بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور. حياك الله وبارك فيك. بارك الله فيك وأحسن الله إليك سيدي الكريم. سيدي الكريم، الملاحظ في الأمر الإلهي لأهل الإيمان بالابتعاد عن الربا أو نهيهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة توسط سياق الحرب. نعم. في اللغة العربية دائما هنالك سياقان، سياق نعم. الكلام وسياق المقام. نعم. لنا أن نتساءل مع فضيلتكم، ما علاقة الربا بسياق الحرب والحديث عن غزوة أحد؟ جميل جدا، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا ملحظ في غاية الدقة، بارك الله فيك، بل ينبغي أن يتوقف عنده طويلا طويلا أهل الإيمان. نعم. فربنا جل وعلا في النداء الماضي يا دكتور محمد حذر أهل الإيمان أن يتخذوا بطانة من دونهم، وبين لهم خطر اتخاذهم بطانة. بعد ذلك يأمر الحق تبارك وتعالى أهل الإيمان في سياق الحديث بعد ذلك عن غزوة أحد فيما يقرب من 60 آية تقريبا، يأمرهم جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وكأن الحق جل جلاله يريد أن يربي أهل الإيمان من الصحابة رضي الله عنهم والأمة من بعدهم أنه لن يستطيع أن يحقق النصر في ميدان الجهاد بالسيف إلا إذا حققوا النصر في ميدان النفس بالانتصار على النفس بالتخلص من الشهوات والتخلص من أكل الحرام وفي القلب من الحرام أكل الربا. الله أكبر، الله أكبر. ولاحظ بعض أهل العلم أن المشركين كانوا ينفقون على جيوشهم وعلى أسلحتهم من أموال الربا، ولقد كانوا يتعاملون بالربا. نعم. فحذر الله أهل الإيمان أن يسلكوا مسلكهم وأن يسيروا على ضربهم حتى في حالة الحروب، حتى في حالة حروب، أو وأن ينفقوا مالا. مش الضرورات تبيح المحظورات يا مولانا؟ الضرورات تبيح المحظورات. نعم. لها ضوابط شرعية، لها ضوابط شرعية. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وفي الآية الأخرى فإن ربك غفور رحيم. نعم. لكن الله جل جلاله وأنت هنا في سياق أيوة. الجهاد في سبيل الله. نعم. يجب أن تقبل على الجهاد وأنت طاهر النفس، طاهر القلب، طيب المطعم، محقق للتقوى من الله، للتقوى لله، محقق للبعد عن أكل الربا، و محقق لطاعة الله ورسوله. وإذا أخذت مال الربا للحرب أليست الغاية تبرر الوسيلة؟ هذا مذهب ميكافيلي. وفي الإسلام؟ في الإسلام المقاصد لها أحكام الوسائل. المقاصد؟ لها أحكام الوسائل. يعني فإذا كان المقصود نبيلا أيوة. لكن الوسيلة إلى هذا المقصود محرمة يصبح المقصود محرمة. الله أكبر. الله فالمصالح أكبر. في الإسلام ثلاثة أنواع. نعم. مصلحة شرعية، وهي المصلحة التي دل عليها القرآن والسنة، ومصلحة مهدرة أو محرمة أو ملغاة، وهي المناقضة المصلحة الشرعية. نعم. التي لا تتفق مع القرآن والسنة. نعم. أضرب مثالا. فضل. ربما تتعرض دولة لفقر أو لضنك وعندها مساحات شاسعة جدا من العنب. نعم. لو حولت هذا العنب إلى خمر لحققت من المكاسب الكثير الكثير. صحيح. فيقول البعض هذه مصلحة، نقول هذه مصلحة مهدرة ملغاة محرمة. تمام. لا تتفق مع دين الله تبارك وتعالى. وبينهما مصلحة مرسلة، هذه لا حرج فيها، يرجع فيها الحكم لولي الأمر أو للعلماء.
فما جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مصحف الإمام نعم. بل كان في عهد عثمان، هذه مصلحة مرسلة. كذلك صور عمر بن الخطاب على ضوال الإبل بعدما كانت مطلقة حمل حمى نعم. بعدما كانت مطلقة من ضل بعيره يذهب ويبحث فين وجده وأخذه، فلما وجد أن البعض قد يأخذ ما لا حق له جعل لها صورا وجعل لها حارسا. هذه من المصالح المرسلة نعم. توثيق عقود الزواج، توثيق عقود الطلاق من المصالح المرسلة، توثيق أسماء الجند في الجيوش، كل هذا يندرج تحت المصلحة المرسلة نعم. إذن الشاهد أن الله تبارك وتعالى يريد أن يربي الأمة على أنك لن تنصر في ميدان الجهاد إلا إذا انتصرت في ميدان النفس. دايخ نسأل فضلتك، هل الجهاد أنواع؟ الجهاد واضح أنه في جهاد النفس عطاك تفضلت عليه، هل الجهاد أنواع؟ أحسنت، الجهاد أربع مراتب يا دكتور محمد. الله أكبر. تندرج تحت كل مرتبة من هذه المراتب مراتب. طب بسم الله، هذا التفصيل كثير يعني. نعم، نأخذ المراتب إجمالا. جهاد النفس، ثانيا جهاد الشيطان، ثالثا جهاد الكفار والمنافقين، رابعا جهاد المنكر وأهله. طيب جهاد النفس، جهاد النفس أربع مراتب. ما هن؟ الأولى أن تجاهد النفس على تعلم الهدى ودين الحق. والثاني أن تجاهد النفس على العمل بما تعلمته من الهدى ودين الحق. الثالث أن تبلغ وتدعو الآخرين إلى ما تعلمته وعملت به من الهدى ودين الحق. الرابع أن تصفر على الأذى على طريق البلاغ لهذا الهدى ولدين الحق، لأنك حتما ستؤذى وتبتلى. هل من دليل على هذه الأربع أنواع من الجهاد أو مراتب من الجهاد؟ جمعتها صورة واحدة ألا وهي صورة العصر. نعم. قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم. إلا الذين آمنوا تعلموا الهدى وحققوه. إلا الذين آمنوا نعم. ولم يكتفوا بتعلمه بل عملوا به نعم. وعملوا الصالحات نعم. ولم يكتفي بالتعلم والعمل بل راح يبلغ نعم. وتواصل بالحق، فلما تواصل بالحق بعد علمه وعمله أوذي نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا تعرضت للأذى اصبر وتواصل بالصبر بالصبر. الأربع مراتب هذه الجهاد، أنا أريد من فضلك أخذ المراتب الفرعية مرة واحدة ثم نشرح في جهاد النفس. نعم. هذا مراتب جهاد النفس أربعة. نعم. ثم مراتب الشيطان. الشيطان مرتبتان. ما هما؟ أن تجاهده فيما يلقيه إليك من شهوات. والثانية أن تجاهده فيما يدفعه إليك من شبهات. جميل، شهوات وشبهات. نعم. المرتبة الثالثة الجهاد، جهاد الكفار والمنافقين. والمنافقين أربع مراتب. ما هن؟ جهاد بالمال تأدبا مني بأدب القرآن لأنه قدم المال على نفسي ولا أجد في القرآن بالنفس الأول يعني نجودها بنفسي يعني. إنما قدمت النفس على المال مرة واحدة في القرآن كله في العقد والعهد الذي أخذه الله على المؤمنين في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم. أما في سائر الآيات قدم الله المال على النفس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخره. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى آخر. نعم. الآيات. قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إلى غير ذلك. نعم. فجهاد الكفار جهاد بالمال، بالمال والنفس. نعم. واللسان تمام والقلب، ده في جهاد الكلمة وجهاد القلب يعني. نعم. سنقف وقفات. المرتبة الرابعة للجهاد هي جهاد المنكر وأهله. ثلاث مراتب. تمام. جهاد باليد، الثانية إن لم يستطع فباللسان، والثالثة إن لم يستطع فبالقلب.
هذه ما يقرب من 13 مرتبة كذلك تقريبا الجهاد. هي كذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. هل في فرق بين بداية قبل أن أدخل إلى جهاد النفس بين مصطلح الجهاد والقتال؟ أيهما أعم وأيهما أخص؟ نعم أحسنت. الجهاد يا دكتور محمد مشتق من الجهد أو الجهدي، وهو بذل المشقة والوسع والطاقة وتحمل الأذى والألم، وهو أوسع مدلولا من القتال. فالقتال نوع مندرج تحت الجهاد الكلي بهذا التفصيل الذي ذكرنا. فالقتال مصدر قاتل، وقاتل مقاتلة على وزن مفاعلة تحتاج إلى قتال وإلى عدو وإلى رد الاعتداء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أما الجهاد فهو جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة، جهاد بالقلب، فهو أوسع مدلولا من معنى القتال. بارك الله فيك. القتال فهمت من فضلك ألا نقاتل إلا من يقاتلنا يبدأ بقاتلنا. أما الجهاد فهو مرهون برد فعل أيضا أم مفتوح؟ القتال من الجهاد. تمام. لا أنا سؤالي فضلتك معذرة، ألا نقاتل إلا من يبدأ بقتالنا والجهاد؟ الجهاد أم نبدأ بالجهاد أم ننتظر أم ماذا أم نجاهد؟ الجهاد أوسع مدلولا من القتال يا دكتور محمد، فمنه الجهاد بالنفس ومنه الجهاد بالمال ومنه الجهاد بالسيف الذي هو القتال ومنه الجهاد بالقلب. والله تبارك وتعالى حين شرع الجهاد شرعه على مراحل دكتور محمد. ففي المرحلة الأولى في مكة المكرمة لم يأذن الله لرسوله ولا المؤمنين معه في الجهاد بمعنى القتال هنا. تمام. وإنما أمرهم بالصبر على الأذى والكف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ما أقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. نعم. إلى آخر الآية. طب إذا ليس كل جهاد في القرآن الكريم قتال. أوسع. الجهاد أوسع. الجهاد أوسع لأنني ذكرت أنه تمام. نعم له مراتب. القتال نوع فيه. أما القتال الذي هو رفع السيف له مراحل لتشريعه، تلك هي المرحلة الأولى الصبر والكف. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دي المرتبة الثانية أو المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. مرة معذرة هذه المرحلة الثالثة مرة ثانية. جميل. هذه لابد من فهمها. أحسنت. حتى لا نوظف دليلا في غير مرحلته. أحسنت. المرحلة الأولى مرحلة الصبر على الأذى والكف، فلقد تعرض النبي نفسه وأصحابه إلى أشد أنواع الأذى. نعم. وصبر. نعم. وأمر أصحابه بالصبر على الأذى. نعم. ليه يا دكتور محمد؟ لماذا هذه لفتة والله يعني جاءتني اللحظة. يا الله، لماذا لم يأمر الله نبيه والموحدين معه بقتال المشركين في مكة وكانوا ورب الكعبة مستعدين على قلب رجل واحد أن يبذلوا المهج والأرواح في سبيل نصرة هذا الدين وحماية سيد النبيين؟ لماذا؟ صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يعلم وهو الحكيم الخبير أن كثيرا من هؤلاء الذين سيقاتلون الآن هم الذين سيرفعون راية التوحيد بعد ذلك. الله. فيهم خالد، فيهم عكرمة، فيهم أبو سفيان، الله، فيهم جل الصحابة، سبحان فيهم الله، فيهم عمر. طب صح. فأنظر إلى حكمة الحكيم الخبير. الله أكبر. ولذلك في الطائف حينما قال له ملك الجبال لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشب قال بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن أصلاب هؤلاء تحمل ربيعا سيتنفس الإسلام. جميل هذه الجملة. في جهاد النفس حضرتك مثلا ما هو جهاد النفس باختصار شديد؟ هذا موضوع جليل وموضوع كبير. وجهاد النفس يا دكتور محمد ليس مجرد كلمة يرددها مثلي. نعم. أو مثل حضرتك في مثل هذا اللقاء. لا يرددها مثلك ما شاء الله عالم. الله يبارك فيك. أقصد أن جهاد النفس منهج متكامل. الله أكبر. منهج متكامل. فقد ذكر شيخنا ابن القيم له أربع مراتب. أن تجاهد نفسك على التعلم
أن تتعلم عن الله وعن رسول الله لتعرف الحق بدليله. يا أخي أنت تبذل كل ما تملك من أوقات وأموال من أجل دراسة الجدوى لمصنع تنشئه ولبيت تريد أن تبنيه لأولادك، فكيف لا تبحث عن علم لدينك تعبد به ربك عبادة صحيحة، توحد به ربك توحيدا يرضيه سبحانه وتعالى. تعلم تعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم أعلم بأن هذا العلم وحده دون أن تحوله إلى عمل لا يكفي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أين عقولكم؟ فالعمل. لكن الجهاد فضلتك، بعدين فضلتك الجهاد يشرع لملاقات العدو مثلا، هل النفس عدو؟ وما الفرق بين جهاد النفس وجهاد الشيطان إذن؟ الشيطان يا دكتور محمد مع أنه العدو الأكبر اللدود الذي أعلن عداوته للإنسان منذ اللحظة الأولى حين أمر بالسجود لآدم فعصى، ومع ذلك قال الله عز وجل فيه إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن اعتصمت وامتنعت بالله جل وعلا. يعني الضعف مرهون بعمل. نعم، إن اعتصمت بالله أعانك عليه. كان ضعيفا، لأنك إن ذكرت الله خنس، إن سمع الأذان خنس، إن سمع إقامة الصلاة خنس، إن ذكرت الله خنس، كما في حديث الحارث الأشعري الطويل وهو حديث في غاية الرقة، وفيه ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه به من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحرز نفسه بالذكر من الشيطان. الله. طب جاء النفس، النفس الشيطان يحنس كما تفضلت. أما النفس ولا النفس. أما النفس لا ولا تحنس. أما النفس ولا تحتاج إلى مجاهدة، وإلى مجاهدة شديدة، والمجاهدة عمل ليس تنظيرا. التنظير مع النفس إنما هو خريطة عمل فقط، لن يؤثر في النفس إلا إذا حولت هذه الخريطة العلمية القرآنية والنبوية إلى عمل. قال جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه التزكية تحتاج إلى جهاد. هي النفس أنواع؟ النفس هي نفس واحدة على التحقيق من أقوال المحققين من العلم، لكن الله وصفها في القرآن بثلاث صفات. ما هنا؟ المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة وهي التي اطمأنت إلى الرضا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا واطمأنت إلى وعد الله ووعيده. والنفس الثانية هي النفس اللوامة وهي نفس كريمة أقسم الله بها ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي التي تلم صاحبها على الخير لما لم يكثر منه وعلى الشر لما وقع فيه. جميل. والنفس الأمارة بالسوء وهي التي تأمره بالمعاصي وتؤزه أزن على فعل المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه النفس تحتاج إلى مجاهدة. هذه المجاهدة في نقاط سريعة. أولها أن تقيس بين نعم الله عليك وبين جناياتك وتقصيرك في حقه، لتعلم أن ما أنت فيه من نعم إنما محض فضل الله عليك، فإن نظرت إلى التقصير والذنوب انكسرت لعلام الغيوب وجددت التوبة والأوبة والعودة إليه جل وعلا. ثانيا التمييز بين النعمة والفتنة، فهل أنت ما فيه نعم أم فتن؟ كيف أعلم ذلك؟ يحتاج هذا الأمر إلى نور الحكمة، ونور الحكمة هو أن تعلم أن النعم التي أنعم الله بها عليك إن قربتك من الله وأعانتك على طاعة الله فهي النعم التي تستوجب الشكر للمزيد، وإن أبعدتك عن الله وجرأتك على الله فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة والمحنة في ثوب المنحة. سلم يا رب. ده مرات الجد. والثالثة اتهام النفس، يعني اتهم نفسك. بماذا؟ لا تغتر. الله أكبر. لا تتكبر. لا تقل أنا، من أنا؟ لا شيء إلا بفضله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فوصيتي لنفسي ولك أخي محمد ولإخواني، أخلص تخلص، أخلص تخلص، أخلص له جل وعلا. نعم، تخلص يخلصك من نفسك.
أو تخلص بقى. وتبرأ من نفسك، تبرأ تبرأ من العجب والكبر والغرور والاستعلاء. جميل جميل. نعم، وتواضع له جل وعلا ترفع في الدنيا والآخرة، فملأ السنابل انحنت إلى الأرض لأنها مليئة بالخير. نعم صحيح. والسنابل الفارغة شامخة بأنفها في السماء. نعم. وهي لا شيء صحيح. لا شيء فيها. في نصف دقيقة، كيف أميز بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان؟ إن ذكرت الله جل وعلا اطمأن قلبك وسكنت نفسك، لأن الشيطان سيتركك ويبتعد عنك. جميل. أما النفس تحتاج إلى مجاهدة عملية، إلى طاعة، إلى عبادة، إلى دعاء، إلى ذكر، إلى استغفار، إلى قيام ليل، إلى صدقات، إلى صحبة صالحة، إلى عمل صالح. تمام. ونحن في رمضان تصفد الشياطين. نعم. طب وتصفد النفس أيضا؟ تبقى النفس لتؤزى الناس الذي تراهم في رمضان في نهاره وليل على المعاصي، لتؤزهم نفوسهم الأمارة بالسوء أزا على فعل المنكرات والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هناك من يتجرأ في نهار رمضان على الفطر جهارا وهو صحيح ليس مريضا وهو قادر، بل ويتجرأ على شرب الخمر، بل ويتجرأ على فعل الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة عملية. ولذلك قال رب البرية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله تاني. نعم. إن الله خبير بما تعملون. نعم. بارك الله فيك وأصلى الله فيك. وصيتك للأمة ماذا تقول فيها؟ وصيتي وصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، عليه رضوان الله، قال: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الله الله. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. وقال ميمون بن مهران: لا ترى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه دوما، أما المنافق فيمضي قدما لا يعبأ بشيء. بارك الله فيك وأحسن. نعم. الله يسعدك، حفظك رب وبارك على وعد اللقاء، مفصلا في مراتب الجهاد الأخرى بإذن الله تعالى، الله تعالى، متعلمين مما علمكم الله. شكرا لك سيدنا الحاضر، وإياك بإذن الله تعالى. وفيك بارك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، محطي ضمان لقاء جديد، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء، هذا النداء، إن الذي ناداكم رب السماء، رب السماء. فإذا سمعتم في الكتاب نداءه قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء، سبحانك اللهم إذ ناديتنا فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء. يا أيها شرف عظيم للورى، فتأدبوا وتعلموا قيم الوفاء. يا أيها نادى بها من آمنوا، من كان أهل الخوف أو أهل الرجاء. فإذا أمرتم والتزمتم فافرحوا، وإذا نهاكم فانتهوا بعد النداء.